بعد هزيمتين متتاليتين يواصل فريق أولمبيك أسف استعداداته المكثفة بهدف إيقاف نزيف النقاط. ضيف نهاية الأسبوع لن يكون سوى فريق المغرب الفاسي، أحد الفرق المهددة في أسفل الترتيب. فبالفعل فهاد المقابلة غتكون صعيبة نظرا لأن الفريق الفاسي كيحتل واحد المراتب غير آمنة، فغيحاول يبحث على واحد 3 نقاط اللي تخول لأنه يخرج من مراتب مكهربة. فالحمد لله حنا غنمشيو عازمين على أننا نحققوا واحد 3 نقاط اللي تحلينا حنا الجمهور يرضى علينا بعض الشيء لأنه مقلق منا بعد 2 خسرانات متابعين. الحمد لله كنظن أن الملعب محايد خارج مدينة آسفي غيكون عنده واحد اثر سلبي على الفريق، فالحمد لله الحمد لله ان شاء الله غنتجاوزوا هذه المرحله ونجيبوا واحد 3 بوان ان شاء الله من الجديده ان شاء الله. الماز جوا تمام بو لو ماتين. فريق الماز سيلعب من اجل البقاء وسيكون الاكثر اصرارا على الفوز، لكننا لن نقبل بهزيمه ثالثه بعد الهزيمتين الاخيرتين للحفاظ على ماء وجه الفريق. وبالنسبه للعب خارج الديار لن يكون سهلا، ينقصنا جمهورنا، لكن يجب ان نلعب باحتراف اينما كانت ارضيه الملعب. أشبال المدرب يوسف فرتوت يراهنون بدورهم على الفوز في هذه المباراة، وإن كان ربان الفريق يحاول إبعاد الضغط عن لاعبيه ببرمجته لمباريات ودية قصد الوقوف عن كثب على إمكانية لاعبي فريق الأمل الذين يراهن عليهم في الدورات المقبلة لتعزيز صفوف الفريق الأول، وكذا الاعتماد عليهم خلال بطولة الموسم المقبل بعد أن ضمن الفريق بقاءه. الحقبة الأولى اللي دوزناها وكنا كنعيشوا فيها مراحل عصيبة واللي كيعيشوها بعض الفرق الآن في مؤخر الترتيب، يعني احنا الحمد لله مرينا بسلام من هذه المرحلة، والآن الهم ديالنا الأول وهو المجموعة اللي غد نقدروا نعولوا عليها السنة المقبلة بقدر أكثر مما هو يعني التركيز على نتيجة المقابلة أو طريقة الأداء. فكما شفتوا اليوم انتم جيتوا وبالصدفه كاين هناك مقابله باش نشوفوا اللاعبين مواليد 95، لا اللاعبين اللي كيلعبوا في الامل ديال اولمبيك اسفي، ولا حتى بعض اللاعبين اللي ممكن يعني يقارعوا من اجل ياخذوا المكانه ديالهم السنه المقبله في اولمبيك اسفي. غيابات وازنة سيعاني منها الفريق المسفيوي امام فريق المغرب الفاسي يوم الجمعه، ويتعلق الأمر بكل من اللاعب ماتياس والبساطي والحارس الحمودي وآخرون، كما يجد فريق أولمبيك أسفي نفسه أمام واقع الاستقبال خارج الميدان، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً عليه في مباراته أمام الماس.